نحن في مدينة سطيف المضيافة في ندوة جهوية لتقييم المكتسبات بالنسبة لأبنائنا في السنة الخامسة ابتدائي بحضور أطياف مختلفة ممثلة للتربية بصفة عامة والشركاء الاجتماعيين من نقابات وكذلك أولياء تلاميذ، وهذا لدلو بكل شخص بدلوه في الموضوع، حيث سنثمن الأشياء الموجودة وما أكثرها، وكذلك نعطي ويعطونا رأيهم في ما يمكن تغييره استعدادا للعمل به في السنوات القادمة إن شاء الله. اليوم تعقد اليوم الأول من الندوة الجهوية الخاصة بتقييم مكتسبات تلامذة السنة الخامسة للتعليم الابتدائي، وهي ندوات نسعى من خلالها إلى تقييم ملف بيداغوجي بامتياز يتمثل في تقييم مكتسبات التلاميذ عند انتقالهم إلى مرحلة أخرى اللي هي مرحلة التعليم المتوسط. تشمل عملية تقييم المكتسبات مختلف الكفاءات التي تم بناؤها وتملكها عند التلاميذ خلال مرحلة التعليم الابتدائي.